السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قرارات كتيرة بتتاخد بعد كده تبقى فيها مشاكل وتبقى غلط، فإيه الأسباب اللي تؤدي لكده؟ يعني أنا هاخد قصة بسيطة جدا كان بيحكيها أحد الضباط الإيطاليين. بيحكي إن هو دخل لموسوليني بيقول له إحنا عندنا كذا نوع من أنواع الدبابات، كذا تصميم، فمفروض هنختار أي تصميم اللي المصانع هتنتجه، يعني مثلا عندنا A و B و C، فعايزين نشوف هننتج مثلا 1000 واحدة من واحدة فيهم، تمام، 1000 نسخة من واحدة فيهم. فموسوليني راح فتح الصور بتاعتهم وبص فيهم بدقة، وبعد 3 دقايق راح قال له هننتج الدبابة ديت، تمام. فمفروض المصانع كلها خدت قرار رسمي انها تنتج الدبابات ديت النوع دوت، تمام. فالضابط نفسه استغرب، قال لك انا المفروض في يتعمل لجنة ويتعمل خبراء وفي ناس تيجي وتشاور وتتحاور ونستقر على دبابة معينة ننتجها، انما لان هو اللي بيفهم، هو القائد وهو اللي عنده الخبره وبقاله 50 سنة في المجال، خد القرار، تمام، رغم ان هو مش عسكري، يعني بالخبره العسكريه. يعني ده اللي بيحصل في الشركات، ان بيبقى في واحد هو الفهامه العلامه اللي بياخد القرار والناس كلها تلتزم بيه، تمام. فدي مشكله رهيبه جدا، لازم يبقى في نوع من انواع التشاور في الامر، ان مفيش انفراد بالرؤيه، في نوع من انواع الديمقراطيه، ان كل اللي يطرح اراءه ونشوف انا رايي اللي اصح. ومن حيث الواحد علامه في الاداره، ان لو انت صاحب القرار او انت المدير او انت المالك فمعاك الفلوس فالناس كلها وراك، لو قلت رايك يبقى موضوع التصويت ده شكل رمزي صوري تزوير، انما الصح ان انت ما تقولش رايك غير في الاخر خالص، يعني خليهم هم يتشاوروا. ممكن انت بس يعني لما تسكت، لما تطرح الموضوع بحيادية، تقول والله الاختيار ألف في مزايا كذا 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 وعيب كذا كذا، والاختيار ب في مزايا كذا وعيب كذا، وانت اختاره وانا بشور رأيي، تمام. فلو انت فعلا قلت الموضوع بحيادية هتلاقي الناس بدأت تفكر وبدأت تناقش الموضوع، انما لو انت انا بميل للرأي دوت خلاص، لو انت اديت صوتك في الاول خلاص يبقى التصويت سوري، خلي رايك في الاخر. يعني لو هم 90% اتفقوا على حاجه و10% قالوا حاجه تانية، يبقى صوتك ملوش لازمه ولازم تمشي راي 90% حتى لو انت ليك راي اخر، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم خد براي الشباب ان هو يخرج يقاتل خلف المدينه رغم ان هو كان ليه راي مخالف، تمام. ويعني الايه بتقول فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت خلاص خدت القرار واتفقنا عليه، فتوكل على الله، تبدا تمشي في القرار وما ترجعش فيه. فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. دي فيها اشاره جميله جدا، ربنا بيحب اللي بيتوكل على الله وبياخد بالاسباب وبيستشير الناس، وده ان شاء الله ربنا يوفقه. وما فيش لفظ في القران ان الله يكره الكذا او كذا، لا، ان الله لا يحب الظالمين، انما على اساس ان هو يخليك نفسك ان ربنا يحبك، فتلاقي نفسك بتحاول تطبق الكلام دوت. فان شاء الله اي حد ياخذ القرار يحاول يسال اهل الراي، ويحاول يسال الناس اللي يثق فيهم ويثق في علمهم ويثق في خبرتهم، ويتوكل على الله وينفذ الكلام اللي هو اتخذ بيه، مش مجرد تشاورنا وهنرمي الكلام ده ومش هننفذه.